أنا خالد من قسطون من سهل الغاب، صار لي من بداية السنة طالب بكالوريا، صار لي من بداية السنة أدرس وأتعب على حالي كرمال أخذ شهادة البكالوريا، وعندما بدي نقدم امتحان يجي صار يضرب قصفونا المدرسة بالطيران الحربي، وجينا صار لي شهرين نازح بين الزيتون ما عم أقدر أدرس أو أقدم شيء بسبب هالوضع هذا. يعني وأنا إذا راحت من إيدي شهادة البكالوريا يعني دمرت لي حياتي إذا راحت من إيدي. أنا محمد من سهل الغاب، طالب تاسع، صاير كنت عم قدم تاسع بسبب الضرب، من هذا الضرب هذا ضربوني المدرسة ونازحين باركين تحت الزيتون، وما إني صاير سنتين قدم تاسع، قلت هالسنة باش أنجح في التاسع، صار الضرب ضربوني هالضرب نازحين. طبعا مديرية التربية والتعليم بحماة هذا العام الدراسي 2018-2019 ستقوم بإجراء امتحانات الشهادتين التاسع والثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي في مناطق النزوح في المنطقة الشمالية، وذلك بسبب تهجير أهالي ريف حماة الغربي والشمالي والشرقي من قراهم وبلداتهم من خلال القصف الجوي والأرضي الذي قام به النظام والمحتل الروسي لهذه المنطقة. طبعا الامتحانات ستقام بالمنطقة الشمالية بجو إن شاء الله من بالهدوء والطمأنينة.